السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المادة دي إن شاء الله تكون مادة هي ما شرح لكتاب معين، وإنما جمع لنصوص من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام غالبا في موضوع العقيدة والتوحيد، وجزء منها برضو نصوص وآيات وأحاديث أو آثار فيها حوالينا شبهات يعني، وغايته أنا سميتها نصوص وأحكام. هذه المادة سميتها نصوص وأحكام، والغرض منها عدة أغراض وأهداف، أبرزها إنه الإنسان يتعلم كيف يدعو ويطبق النصوص التي تعلمها في هذا المعهد وفي هذا المكان من الشيخ أبو بكر أو من المادة البدرسة دي، كيف يقدر يدرسها للناس، وكيف يقدر يعالج الشبهات التي تدور حول هذه النصوص من أهل البدع وأهل الباطل. النص اللي حنتناول اليوم من السنة، وهو حديث، أنا حذكر الحديث بالنص بالحرف، بقرأ مرة مرتين أزول يكتبه، وهكذا نفعل دائما، يكون في آية وحديث نذكرها ورقمها وتخريجها تكتبه، لأنه ده حفظ، ده واجب عليك تحفظه، حتسأل منه بعد ذاك الشرح بتاعه معاني الكلمات، يمكن نفس الطريقة اللي أنتم بدرستم لها شيخ أبو بكر أو قريب منها. بعد ذاك الشبهات حول النص، وبنطلب منك أنك تمشي تبلغ الكلام ده في أقرب مسجد بنفس الطريقة الصحيحة الدرسها هنا. طيب نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، فأما أحدهما فبثثته، ماذا يقول أبو هريرة؟ حفظت من الأول من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. وهكذا هو النطق الصحيح، ما البلعوم؟ البلعوم بضم الباء وسكون اللام، البلعوم. طيب، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. كلنا نقول البلعوم، 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 البلعوم. نعم، رواه البخاري في الصحيح برقم 120، وما كرروا في أي موضع من مواضع الصحيح، كما هي العادة الغالبة على البخاري أن الحديث بكرر في مواضع كثيرة حسب استدلاله به وحسب فقه الحديث. 120 بس، ثاني ما نقلوا بيعه. رقم الحديث، رقم الأثر في البخاري 120، وليس الصفحة، لأنه الصفحات ما منضبطة، كله طبعة براءة، لكن الأرقام دي في الغالب منضبطة. كتاب العلم، في كتاب العلم باب حفظ العلم، باب حفظ العلم من كتاب شنو يا جماعة؟ العلم. طيب، أول نقطة نناقشها في هذا الأثر معاني الكلمات،
من الكلمات الغريبة في الأثر وعاءين، وعاءين معناها ظرفين، ده المعنى اللغوي. ولكن المقصود هنا في الأثر بوعاءين يعني نوعين من العلم، يعني نوعين من شنو يا جماعة؟ العلم. لما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، قاصد نوعين من العلم. ومراد أبي هريرة أن محفوظه من الحديث، الأحاديث اللي بيحفظها في قلبه كثيرة طبعا، يريد أبو هريرة بهذا الأثر أن محفوظه من الأحاديث لو كتب لملأ وعاءين كاملين، لأن أبو هريرة أصلا ما كان شنو يا جماعة؟ ما كان بيكتب، كان بيحفظ. فلما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، في ناس بيطعنوا في أبو هريرة رضي الله عنه من الرافضة وأعداء الإسلام والعلمانيين، فقام أخذ الحديث لا تطعنوا به في أبو هريرة. قال أبو هريرة كيف يقول وعاءين والمعنى في وعاءين يعني كذا يملوا كذا يملون بالكراريس لو كتبوها فيه، وأبو هريرة صحيح ما كان بيكتب. فالمعنى الصحيح والرد على شبه أن أبو هريرة مراد من الكلام ده وعاءين، يعني لو كتبوا بيملى وعاءين. طيب، وبعض العلماء قالوا المقصود انه ابو هريره كان بيمل بعض الناس اللي بيثق فيهم وبيكتبوا له، فقدر حجم الاشياء المكتوبه يعني الكراسات او الاشياء المكتوبه لو خدتوها بتملى شنو؟ وعاءين. لكن المعنى الاول اصح، ان ابو هريره يقصد لو كتب لملا شنو وعاءين. الكلمه الثانيه بثثته، بثثته معنى بثثته يعني أذعته ونشرته، أذعته أزاع يعني أشاع يعني ونشرته، يبقى معنى بثثته يعني شنو يا جماعة؟ نشرته. طيب واضح. الكلمة الثالثة البلعوم، البلعوم بضم الباء وسكون اللام وضم العين، البلعوم هو مجرى الطعام، مجرى الطعام اللي بتبلع به، محل البلع تعرفوا. طيب، وكنا أبو هريرة بهذا الكلام لو قطع هذا البلعوم كنا بذلك عن شنو؟ القتل. إنه لو بس الوعاء الثاني من العلم كان حيحصل شنو؟ يقتل. وفي رواية الإسماعيلي ما قال لا قطع مني هذا البلعوم، قال لا قطع هذا يعني الرأس، والمعنى واحد أصل لو قطع الرقبة الرأس ماله ما قطع. فالرواية تفسر هذه الرواية الإسماعيلي، نقل ابن حجر فتح الباري، المعاني دي كلها من فتح الباري، بس أنا لخصت الكلام، والشبهات هنا ما من فتح الباري لكن لخصت الكلام الموجود، جزء من فتح الباري وجزء من غيره. طيب، شبهات حول الأثر، قالوا كلام وأثر أبي هريرة هذا فيه دليل، قالوا دليل عباد القبور ومن شاكله، قالوا هذا فيه دليل على أن للشريعة ظاهرا وباطنا أو ما يسمى بالعلم اللدني، صح ولا ما صح؟ قالوا أبو هريرة في علم بسا وعلم شنو؟ دسا. طيب، والجواب ده الرد، الكلام ده مهم جدا يا جماعة، الناس ينتبه له وتفهم وتكتب، مهم جدا. ها كيف الشبهة؟
قالوا الشريعة دي فيها علم ظاهر وعلم شنو؟ باطن. دليلكم شنو؟ من أدلتهم حنابش أدلتهم كلها لا قدام إن شاء الله. لكن الآن عندنا أثر واحد هنا واقفين عنده ماذا نطلع برا وضيق الزمن وجانزي هناك ما نشتت. طيب قالوا ده دليل على أن الشريعة فيها علم ظاهر وعلم شنو؟ باطن. الشبهة وين؟ إن أبو هريرة قال حفظت طبعين من العلم، واحد بسيت والثاني شنو؟ ما بسيت، ما بسيت أو قال لو بسيته، مش قال ما بسيته، قال لو بسيته لقطع مني هذا البلعوم. الجواب كلام ده حتى لو ما كتبته بالنص أفهمه تمام وأكتبه. ليس في الإسلام باطن، فالإسلام كله ظاهر، صح ولا ما صح؟ الإسلام كله ظاهر وبين واضح، كما قال تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ومعنى بينات يعني شنو يا جماعة؟ واضحات. والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ممكن تزيد أنت تجيبها. الآية من سورة البقرة، وأبو هريرة رضي الله عنه نفسه لم يقل إن هناك علم باطن وظاهر في الشرع، بل لو لاحظت بالأثر ده ما قال في علم باطن وظاهر، قال أنا عيب استوى عين واحد بسيت، واحد لو بسيت بيقتلوني، ما قال الثاني ده علم باطن. لاحظت الكلام ده؟ أبو هريرة ما قال الثاني ده علم لدني ولا قال ده علم باطن، قال أنا حفظت اثنين، واحد بسيت وواحد لو بسيت بيقتلوني. ودي من أقوى الردود بالمناسبة. أبو هريرة ذاته ما قال لك علم باطن أو علم لدني أو علم حقيقة أو شريعة أو غيره. ده نمرة اثنين. بل بين رضي الله عنه سبب كتمانه للوعاء الثاني، وهو خوفه على نفسه من القتل وقطع الرأس. صحيح ولا ما صحيح؟ أبو هريرة بين إنه الجزء الثاني ودول فيه الشبهة، صح؟ جزء الكتم ده، إنه ليه كتمه؟ ما قال كتمته لأنه في علم باطل، قال كتمته لأنه بيقتلوني. فقلنا يا جماعة من أهم النقاط إن أبو هريرة نفسه ما قال كتمت النوع الثاني أو الوعاء الثاني ده من العلم لأنه في علم اسمه باطن يكتمه، قال كتمته لخوفا على نفسي. صحيح ولا ما صحيح؟ فده في ورد على هؤلاء من عباد القبور وغيرهم. طيب بل أبو هريرة رضي الله عنه بين السبب، وهو خوفه على شنو يا جماعة؟ على نفسه من القتل إذا بث الوعاء الثاني. والوعاء الثاني العلماء قالوا زي ما نقل ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري، هو أسماء أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. أسماء أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وبعضهم قالوا أسماء بعض الفتن اللي حتحصل قرب الساعة من علامات الساعة، لو ذكرت لبعض الناس بالذات الجهلة ربما أنكروها وأحدثوا فتن وحصلت مقتلة وأنكروا أن هذا من الدين. طيب ولا شك إن أسماء الأمراء السوء وحكام السوء لو أبو هريرة ذكرهم وهو عاصر بعضهم، عاصر بعضهم خلاص بعد زمن الخلفاء الأئمة الأربعة وكذا وكذا، فكان يقتل، لذلك قال هذا الكلام. فلما بين أبو هريرة السبب إنه كتمت الوعاء الثاني ده عشان ما يقتلوني وهو خوفه منهم، كان ذلك دليلا واضحا على بطلان ما ذهبوا إليه. مين يفسر لنا الكلام ده الأخير ده؟ أبو هريرة قال أنا حفظت وعام من العلم، علم بسيط والثاني لا. عباد القبور قالوا ده دليل على أنه في علم لدني وعلم باطل. أبو هريرة قال لا، قال أنا ده ما بسيته عشان ما يقتلوني، يبقى ما معناته عشان في علم ما لدني، صحيح ولا ما صحيح؟ هو رأنا السبب، يبقى كيف تقول سبب ثاني؟ أبو هريرة قال لك أنا ده ما بسيته وكتمته عشان ما يقتلوني، يبقى ما في سبب ثاني. وإلا عباد القبور يلزمهم يقولوا أبو هريرة كذاب، ده ما السبب الصحيح،
في سبب ثاني دسه وكذاب يلزمهم كده. والا يقول ابو هريره صادق ده كلامه يبقى ما في سبب ثاني، لان ابو هريره ورانا السبب الاصلي كله. سبب شنو ورانا له؟ عرفتوا يا جماعه دي من اقوى النقاط. اقراها لك ثاني. فلما بين ابو هريره سبب الكتمان وهو خوفه من ان يقتل، كان ذلك دليلا واضحا على بطلان ما ذهب اليه عباد القبور. واضحه ولا ما واضحه؟ طيب. واما ما زعموه من العلم اللدني، في شبهات بترد اثناء الكلام كلها جايه ردود، فاستدلالهم بالاثر باطل. صحيح؟ لانهم هم عباد القبور يعرفون العلم اللدني بانه العلم الذي يتلقى عن الله تعالى بلا واسطة، بلا واسطة احد، لا رسول لا نبي لا ملك. مش هو كده؟ نعم. اقول لك ده جاء فتح علم لدني وكده، فبيعرفوا انه علم بيجي من الله طوالي، لا في رسول لا في نبي لا في اي شيء لدني. يقول لك، يقول لك لانه ربنا قال وعلمناهم من لدنا علم، ودي موضوع عمل ليله نحن بس في اثر ابو هريره ده رضي الله عنه. طيب، وهذا يبطله ابو هريره نفسه، قال ابو هريره حفظته من من؟ من رسول الله. اذا اتلقى العلم من الله صاحب هريره، لكن بواسطه ولا بغير واسطه؟ بطلت الشبهه. بطلت ولا بطلت؟ بطلت، لانه يعني اصلا العلم اللدن عندهم انه علم يتلقى من الله بغير واسطه رسول ولا نبي. عشان كده صاحب الرياض الجنه قال شنو؟ قال لا، قال فلما تعاطاها اهل العلم صاحبهم حال الجنون فيا ويح الشجي الحاسي، ضد الموضع الاوضح، غابوا ففاهوا بشيء في سرائرهم يدق عن فهم ذي علم بكراسي، قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته يا لو من عارف كاسي وقائل. ده الموضوع، خط بحرا زاخرا من العلوم والمعارف وقفت بساحل منه رسل سادة الناس. الرسل ذاتهم العلم ده ما حصل، لانه ده علم قالوا جل اوليهم ديل من الله طوالي، ما مر بالرسل ذاتهم العلم ده، وقفت بساحل منه رسل سادة الناس. والبيت الثاني وروى حديثا صح مختارهم من غير واسطة البخاري ومسلم، ده ممكن يجيبوا شبه يقولوا قابلوا الرسول، لكن الاول ده قالوا الرسل ذاتهم العلم ما مر بهم، يبقى ده من منو؟ من ربنا بغير واسطة الرسل. وده كلام عباد القبور بمختلف طوائفهم وطرقهم. طيب، اذا ده تعرف العلم اللدني عندهم. ابو هريره اول كلمه قالها في الاثر رد على موضوع العلم اللدني ده، الفيديو طوالي، حفظته قال من رسول الله، موضوع انتهى. كون الرسول صلى الله عليه وسلم، اضف الى ذلك، كون الرسول صلى الله عليه وسلم علموا لابو هريره معناته النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيء من الرسالة وما جعل شيء باطل، لكن أبو هريرة كتم شيء جزء من وعاء من الوعاءين لأمر جائز في حقه رضي الله عنه، وهو فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه. وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. واستفاد الصحابة ومنهم أبو هريرة رضي الله عن الجميع من أن هناك من العلم يكتم خشية المفسدة أيا كانت، إذا كان مفسدة راجعة متحققة، لكن بتتنوع المفاسد، حتى الراجعة المتحققة بتتنوع، فإذا كانت مفسدة راجعة متحققة الإنسان ممكن يكتم فيها شيء من العلم تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه عاز. دل قال أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال لا تبشرهم فيتكلم، مع أنه الأمر ده أمر حق الله على العبيد، ما ده أهم شيء بالدين، مع أنه تعلموا التوحيد ومش ما تعلموا تعلموا، لكن الحديث بالذات وفيه حق الله على العبيد برضه قال لهم ما تبشرهم فيتكلوا، فجاز على جواز كتمان
فدل على جواز كتمان شيء من العلم إذا كان في مفسدة يا جماعة. وعلي بن أبي طالب قال حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وده على قول من قال من العلماء إن الوعاء الماء بسابه هريرة هو بعض الفتن وأشراط الساعة القد ما يصدقوها جهال الناس يكتم عنهم لكي لا يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب بقيت مسألة ودي ذكرت أنا إنه هل يجوز لأحد أن يكتم شيئا من العلم إذا خاف على نفسه من الهلاك أو خاف المفاسد ذكرناه. طيب وهناك سبب آخر مهم جدا والله تعالى أعلم لعدم تصريح أبي هريرة بهذا الوعاء. العلماء قلنا قالوا إن الوعاء الماء بساو إنه أسماء بعض أسماء الأمراء أقصد والسلاطين الجور وكذا وكذا وأزمانهم وأمكنتهم ديل سلاطين وأمراء ديل لاحظ إنهم سلاطين شنو؟ أمراء لاحظ الحتة دي وهو هذا السبب عدم تأليب الناس على حكامهم وأمرائهم وهذه مفسدة شرعية ولا ما شرعية؟ شرعية ولذلك لم يصرح أبو هريرة بذلك خشية المفاسد الشرعية بل حتى في دعائه لنفسه في اتقاء هؤلاء الأمراء الظلمة كان يكني حتى في دعائه لربه وده نقل ابن حجر أن الدعاء ده كان يقول أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان ويقصد برأس الستين يزيد ابن معاوية لأنه كان في سنة ستين من الهجرة وأبو هريرة توفى من قبلها بسنة استجاب الله له هذا الدعاء إنه ما يدرك هذه الإمارة حتى في دعاء لربنا ما كان يذكر شنو اسم الأمير القاصدو دعاء لربنا ما كان يذكر اسمه فلعل والله أعلم إنه خشية المفاسد وهي خروج الناس على الحكام الظلم من المسلمين لأنه ده ما بجوز بنصوص هنا يا جماعة كثيرة. طيب هل يجوز أو هل هناك دليل آخر من السنة أو الكتاب إنه ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إنسان شيء وهذا الإنسان أو أسماء ناس ظلم أو فجر ويكتموه؟ حذيفة بن اليمان عندنا أدلة ثانية تعضد هذا الكلام ولقب به شنو؟ كادم سر النبي صلى الله عليه وسلم أو صاحب السر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وروا أسماء المنافقين خلاص في إبداء أسماءهم مصالح إنه يعرفوهم صح اتقوا شرهم لكن في إبداء أسماءهم مفاسد وهي أعظم من شنو يا جماعة؟ من المصالح. فلما ربط وفاقت المفاسد على المصالح أو حتى لو استوت تقدم شنو يا جماعة؟ درء المفاسد على جلب شنو؟ المصالح. فكتم والنبي صلى الله عليه وسلم أمره يكتم خشية المفسدة كتم أسماء المنافقين وكذلك فعل من يا جماعة؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم في آيات عامة ترد عليهم إن الدين كامل الجانة ده كامل ما ناقص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة. طيب الكتم هريرة ده هل هو من أحكام الدين أو ابن حجر قال لا قال الكتم هريرة طالما أسماء الأمراء الظلمة الحيجوا وأماكنهم قال ده شيء ليس من أحكام الشريعة قال ولو كان من أحكام الشريعة لما جاز لأبي هريرة ولا لغيره أن يكتمه وكذلك ما فعل من؟ حذيفة ما علمه أسماء منافقين لكن ما فيه أحكام شريعة ده حلال ده حرام ده واجب ده مندوب ده مستحب ما فيه فلذلك جاءت الشريعة يا جماعة كاملة وتحققت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مسألة أخيرة لماذا قال أبو هريرة هذا الكلام أصلا؟ حفظت وعائل واحد بسيته واحد لو بسيته يحصل لي ليه أصو هو ما بسه ليه يقول ما بسيته ليه قد يري السؤال ده في ذهن الإنسان ليعلم أن من العلم ما يكتم
وإذا علمت أن من العلم ما يكتم فهذا أيضا من العلم ومن الشريعة، ده ذات من كمال الدين، معلومة تكمل بها دينك إنه تعلم منه من الدين ما يكتم، ومن الدين ما يخص به قوم دون آخرين. ممكن تمشي مسجد جماعة عاملين قبة وبيعبدوا بالشيخ وشارين سبحة، سألوك على السبحة ودار يعملوا بها مشكلة طبعا، يعملوا بها ضرب ويطردوك ويكون ما تكلمت في عبادة غير الله في الشرك الواضح. أكتم موضع السبحة ده الآن، أكتموا الآن من الحكمة. تكلم في شنو؟ في عبادة غير الله. الزول ما يبقى بليد. في بعض الناس عندهم شيء من العلم لكن تلقاه أحمق، يمسك بالسبحة دي ينتف عليك لا لوبة لا لوبة، والجماعة بيبدوا بالشيخ أبدا. ده ما صحيح. وكذلك من الفوائد في هذه القصة مراعاة المصالح والمفاسد يا جماعة، إن الإنسان يراعي المصالح والمفاسد عموما في دربه في هذه الدعوة. ونضرب مثال واحد، الأمثلة كثيرة لكن الصلاة وكذا، إنه الآن في فتن والحكومة يمكن طلعت بعض القرارات أنا اطلعت عليها يعني أخذوها عني، إنه الآن الناس ما تذكر أسماء الطوائف والجماعات وأصحاب هذه الطوائف وشيوخها في خطبكم في حلقاتكم في غيره، وإلا حتتوقف. طيب عندنا مفسدة إنه الدعوة الحلقة حتجيب وحيطردوا من الجامع يجيبوا بدلك واحد من عباد القبور، دي مفسدة. وعندنا مفسدة إنك حتترك شنو؟ اسمه تعيينه كده تعيينه، دي مفسدة. الأعظم يا ترى الأعظم يشيلوه ويجيبوا لنت ده تقدر تنفذوا ده يركبوه ويأصل للناس الشرك والبدعة ويحارب التوحيد والسنة، ولا الأعظم قال لك اتكلم في التوحيد واتكلم في الشرك ما في مشكلة، لكن ما تسمي هذه الأيام في إشكاليات في البلد وغيرها. فالأعظم المفسد الأعظم إنه يوقفوك من الدعوة، يوقفوا الحلقة، يوقفوا المنبر. فانتبهوا يا جماعة، زول ما يركب راس. نحن من أول يوم في الرد في محد كابلان وفي غيره وكذا أصلنا إنه الكلام ده وذكر الأسماء والجماعات والأشخاص وتعيينهم في النهاية خاضع للمصالح والمفاسد، بعد النقاش اللي كان طويل والردود وكذا، في النهاية خاضع لك للمصلحة ومفسدة. الآن في مفاسد كبرى يا جماعة كبرى، نخشى إنه يجي يوم من الأيام إنه نقول والله بس ادونا فرصة نقول حديث، ولو ما في عهد هؤلاء ربما يجي في عهد آخر. والإنسان ينتبه، ينتبه جيدا، فأزول يراعي المصالح ويراعي المفاسد. وأصلا ده هذا هو الكلام الموجود في كتب الاعتقاد وكتب الفتاوى وكتب علماءنا، وده المنهج السائرين عليه.